إيران 2 ويلز 0. تفضل. طبعا مباراة اليوم سجلت بها ملاحظات جدا اكو خطرات يعني اوه كثيره. يمكن احنا عندنا كليبات اثنين، كليب الاول شوط الاول انت ايش اشتغلت توماسن انت وعلاء انا وأحمد وعلي، وعندنا كليب الثالث اللي بيه الاهداف بدقيقه 96 98. لكن اذا تكلمنا على المباراه، هذه المباراه الشوط الاول تقول تقريبا بها حاله من التكافؤ. هاي حاله التكافؤ، هجمه هنا وهجمه، فرصه هنا وفرصه هنا، لم يسجل. جينا للشوط الثاني، مخابرتك انا قلت لحسين يمكن هاي مباراه الهدف الواحد، اي انا اتوقع بالشوط الاول حسين اللي يسجل يفوز، وانا قلت لك بهذا الموضوع. هو سجل من سجلت ايران والهدف بس بيا دقيقه يجي، لا يلحقون يلحقون طبعا. هذه مجريات الشوط الاول، هذه اول فرصه، وبعدين هذا هدف ملغي، هدف حسب الحكم بالدقائق الاولى التسلل صحيح. المهم هنا فرصة لأزمون سهلة للتسجيل ضاعت من عنده، وهنا كرة خطرة أنقذها حسيني. هذه 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 مجمل أحداث الشوط الأول، لأنه ما بي كثير هذا الشوط. يعني هذا التصرف يعني اندفع أكثر من اللازم، هذا ممكن يكون يمكن هو لو شوف لا هذا راح نرجع عليه وإن شاء الله إن شاء الله علي يوقف لنا إياها. هذه الهجمة وراح نشوف هسه الهدف اللي بحالة ملغي، هذا التسلل اندفع جاي، يا ريت شوي نقدر نوقفها، خلينا نوقفنا هسه الان. حاله ماكو حاله تسلل، الكره راح تروح الازمان، اي استعجل اكثر من اللازم، روح مشي الكره راحت هنا وقف. كان ممكن كان ممكن ان يتاخر، يسوي ديلي خطوه واحده الكره امامك انت راح تسجل. على العموم انتهى الشوط الاول، انتهى بهذه النتيجه. نعم، لكن انا راح اقول لك شيء واحد. إيران إيش قد أنا مشاهدتها تلعب كرة قدم طيلة حياتي، ما شفت إيران قدمت شوط طيلة حياتي اللي أنا شايفه مثل ما قدمتها بالشوط الثاني. بدليل راح أقول لك، مال أمريكا هم لا، أنا هذه لا، هذه مختلفة تماما، لأنه الفريق اللي يوصل إلى مرمى ويلز ب 12 كرة، ستة من عتهن أهداف محققة، بحيث إحنا اليوم أنا والعلي قارنت أنت إسبانيا كوستاريكا إيش قد وصلوا؟ لا، ماكو فريق وصل إلى مرمى الخصم المنافس بقدر ما وصل اليوم الفريق الإيراني في على مرمى ويلز، وبالنتيجة ما قبل يسجل إلا بالوقت الضائع. يعني طبعا أحداث كثيرة صارت لا خلوا نروح على الكليب الثاني. الأحداث بالشوط الثاني لا تستعجل، خلش من استعجل إيه ما يخالف الشوط الأول هسه راح يحيي الزملاء. فالأحداث كانت جدا جدا كثيرة، يعني واحدة من عتن شوف هذه كره انقذها العمود، هاي مركبه، هاي هجمه مركبه، هسه راح نرجع عليها مره ثانيه. خلينا نشوف هذه وقف هنا، وقف الحاله هنا. هاي هجمه تقريبا بالبدايه هم تباطؤوا، كانوا 3-3 مشيها للحاله. بطيء المنتخب الايراني خلف، انت اشرت هذا هذه حاله طارمي هنا راح يسدد، بس اكو ورا دقيقه مباشره نفس هاي الهجمه هنا وقف. هنا تقريبا ايضا 3-3، لانه الظهير الشمال من هناك خارج لعب، مشي اهل الحاله. خلينا نشوف هذه الحاله، راحوا الى الجانب، علي بخش رفع كره او علي جول، المهم هذه علي جول المهم الكره رجعت صارت خطوره. وين يمكن هاي الوحيده، حالة ثانية. هاي الوحيده، هاي بعتها الحارس الى ضربه جزاء واحده من هذه النقطة. نرجع شوي هنا، خلينا نرجع هنا، هي راح تنعاد وعندنا كلام كثير على هاي الحالة. هاي الحالة أنا أقول اللي هي نقطة التحول بالنسبة لأي فريق، للفريق الإيراني متأخرة هاي الحالة. إذن هنا أوقف، هنا خلينا نشرح الحالة، وعندنا ويا الكابتن اليوم الحكم، خلينا نعوف الاستطراد التحكيمي ما يخالف زين، يعني لأنها حاله يعني انت خليتها يعني مفصليه، قلت هنا انا انتقلت خلاص. يعني النقص العددي مثلا، النقص العددي مهم جدا، في كم دقيقه انت مرات انا اشوف يعني لست محلل، انا اشوف اللي سووه الايرانيين بالوقت المضاف هو استكمال لما فعلوه بالاصلي خلال الشوط الثاني. انا معاك، يعني طرد الحارس بتقدير الشخصي لم يؤثر الى الحجم، الى الحد الكبير، لا هم بحسم المباراه. كابتن معلم، اكو فتره من الفترات الفريق الايراني، انا كنت انا قاعد معك، وقف هاي خل بس خل نسولف عليه.
كنا صارت تبديلات، هبط الفريق الايراني، اداءه هبط بالدقائق الاخيره. اي صحيح. اوكي. قلت لا، أشرت. وانا قلت معقوله هاي التبديلات، تغييرات غيرت من اداء الفريق الايراني؟ الى ان اجت الفرصه هذه. التفوق العددي. التفوق العددي واجى الوقت المضاف ايضا يتيح لك، مو مثل قبل دقيقتين ثلاثه. لا هو احنا انا وياك قلت انا وياك قلنا اذا يطلع 10 دقائق هم قليله، مضبوط، لانه توقفات صارت كثيره بالمباراه. الان وصلنا للدقيقه 96 مع التغيير، اول تغيير للفريق الايراني بالتغيير للاعب رقم 16 جشمي. أي. اللي سجل واحد من اروع الاهداف واجى بدقيقه قاتله جدا. هو المباراه بال 96 انت ايش قلت لي؟ انا سالتني قلت لك مباراه الهدف الواحد، هسه تقول لي كابتن خلف شو صارت هدفين؟ يعني انت قلت لك، لكن الهدف الثاني منين اجى؟ الفريق الويلزي اندفع. خلينا نشاهد الهدف الثاني. خلينا نسولف. اوكي. اندفع. أوكي. لانه يعني بحثا عن التعديل. صحيح. او عن فرصه يعني الامل الاخير. ما عنده شيء يخسر. نعم. وكان أوكي. هناك استرداء، يعني هجمه مباغته عكسيه لكنها منظمه الى حدود. وان تلعب وانت مسترخي متفوق ضامن الفوز يختلف، اما يعني ان تلعب وانت مجدود. هذا صحيح. مو؟ هذا لذلك صحيح. يعني يمكن يعني انا اتفقت وياك هسه. إيه؟ نقطه التحول هي طرد الحارس ونترك الطرد مستحق ام لا الحج لؤي.